السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. عاجل، صيانة عاجلة لأيزنهاور بعد عملية سحبها، وإلى التفاصيل. أكدت الولايات المتحدة اليوم الاثنين تصاعد وتيرة العمليات اليمنية ضد بوارجها في البحر الأحمر، وذلك بالتزامن مع خروج حاملات الطائرات أيزنهاور والتي كانت خط الدفاع الأول عن الخدمة. وكشفت القيادة المركزية للقوات الأمريكية عن اشتباكات جوية جنوب البحر الأحمر للدفاع عن النفس خلال 24 ساعة الأخيرة، زعيمة نجاح قواتها باعتراض طائرة مسيرة واحدة. وجاء الاعتراف الأمريكي عشية تقارير عن شن القوات اليمنية هجوما بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة ضد البوارج الأمريكية في البحر الأحمر. وتشير نتائج الاشتباكات التي نشرتها القيادة المركزية في بيان جديد لها إلى ضعف الدفاعات الأمريكية، وهو ما يهدد مستقبل وجود ما تبقى من بوارج هناك، خصوصا وأن القيادة المركزية الأمريكية فعلت في الفترة الأخيرة الطائرات المقاتلة التي تنطلق من على متن إيزنهاور في محاولة لاعتراض الطائرات المسيرة. وكانت الولايات المتحدة بدأت اليوم عملية صيانة عاجلة لحاملة الطائرات المتمركزة في البحر الأحمر أيزنهاور، وذلك عقب استكمال عملية سحبها بعيدا عن المياه القريبة من اليمن. وأكدت مصادر أمريكية بوصول فريق من الخبراء إلى متن أيزنهاور قادما من قاعدة العديد في قطر، مشيرة إلى أن طائرة نقل عسكري أمريكية نقلت الفريق الفني. ويأتي الحديث عن وصول فريق فني إلى متن حاملة الطائرات مع رسو السفينة الحربية الأمريكية في سواحل المدينة المنورة، وهي المرة الأولى التي يتم فيها نقل حاملة الطائرات إلى ميناء أجنبي. واعتبرت منصات أمريكية على مواقع التواصل الاجتماعي رسو السفينة قبالة السواحل السعودية وعلى بعد نحو 1100 ميل بحري، إشارة إلى أنها تعاني مشكلة. كانت القوات الأمريكية بدأت خلال اليومين الماضيين عملية سحب للبارجة الأمريكية من جنوب البحر الأحمر وحتى أقصى شماله، حيث أظهرت مواقع ملاحية بأن عملية سحب البارجة الأمريكية تمت ببطء شديد، حيث تم نقلها إلى قبالة سواحل جدة ومن ثم الابتعاد بها أكثر باتجاه المدينة المنورة. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.